يوجد بعض من الأشخاص حول العالم الذين يتمتعون بقدرات ومهارات فائقة من نوعها تجعلهم قادرين على القيام بعمل مختلف الأشياء المدهشة التي تنال إعجاب الكثير من الناس، حتى أن بعض هذه المهارات والقدرات تم تصويرها على الكاميرا. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه المشاهد التي سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. هكذا كان هذا الرجل قادرا على سحب هذا القطار مسافة بعيدة باستخدام الفك فقط، مما يؤكد على القوة الكبيرة التي يتميز بها. هل تعتقد أنك لديك شعر بقوة كافية لفتح هذه الزجاجة بهذه الطريقة؟ في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى تدريب القدم لكي يكون قادراً على التصويب على الأهداف مثل ما يفعل هذا الطفل. هل تعتقد أنك لديك قوة كافية تساعدك على القيام بعمل ما قام به هذا الشاب؟ إنه أمر مثير للإعجاب، ولكنه مرعب بعض الشيء. هل هناك خطأ ما في هذا الفيديو؟ أم أن هذا الشاب لديه طريقة فريدة من نوعها في نزول الدرج؟ هل لديك أي تفسير لهذا الفيديو؟ هذا الرجل لديه قوة جسدية كبيرة جدا ساعدته على حمل هذه الصخرة والتحرك بها لمسافة بعيدة. هذا الرجل لا يحتاج إلى الذهاب إلى صالة كمال الأجسام، ولكنه يحتاج إلى الذهاب إلى الورشة باستمرار لكي يتمرن. ليونة غريبة جدا يتمتع بها هذا الطفل وتساعده على القيام بعمل هذه الحركات كما لو كان قادرا على المشاركة في مختلف العروض والمهرجانات بسبب هذه المهارة. مهارة من المهارات الفريدة من نوعها التي لا يمكن لإنسان رؤيتها بسهولة إلا في الشوارع. واحد من العروض التي لا يمكن للإنسان رؤيتها بسهولة على الطريق إلا مرة واحدة طوال حياته. احترافية شديدة جدا يتمتع بها هذا الشاب في ضرب السكاكين بهذه الطريقة باستخدام قدمه فقط في مشاهد لا تصدق.
من حسن حظه أنه لم يصطدم في هذا البار الحديدي، وإلا لكان قد تعرض لجروح خطيرة جدا. هذا الشاب لديه فك كبير للغاية، وكان قادرا على وضع هذه العبوة المعدنية بالكامل في فكه بكل سهولة. هل تستطيع القيام بعمل هذه الحركة مثل هذه الفتاة، وحمل هذه الدراجة النارية على رأسك هكذا والتحرك بها مثلها؟ هل ترغب في الطيران بهذا الشكل مثل هذا الشاب؟ قوة عضلية رهيبة يتمتع بها هذا الرجل، التي ساعدته على تحريك هذه الطائرة دون أن يواجه أي صعوبة. من الأفضل لهذا المصور أن يترك الكاميرا ويشارك مع هؤلاء الشباب، لأنه قادر على تحقيق الفوز عليهم. هذا الرجل لديه عظام قوية للغاية في لوح الكتف وفي الظهر، وهي التي تساعده على تحطيم البيضة بهذه الطريقة. هذا الشاب يقال إنه يعمل في هذه الوظيفة لعدة سنوات، لدرجة أنه كان قادراً على القيام بعمل هذا الشيء بكل سهولة. هذا الشاب يستطيع تحريك الأجزاء الأمامية من عظام الكتف بهذا الشكل في مشهد لا يصدق. هل تعتقد أن هذا الشيء الذي يقوم هذا الشاب به حقيقي؟ هل لديك جرأة مثل هذا الرجل للقفز بهذه الطريقة؟ من الواضح أن هذا الشاب تدرب على القيام بعمل هذه الحركة لفترة طويلة جدا، حتى يكون قادرا على القيام بها بهذه الاحترافية. مهارة لا يوجد لها مثيل في التصويب كان هذا الشاب يتمتع بها وهو يستخدم هذا السيف. هل يمكنك أن تخبرني كيف استطاع هذا الرجل الصعود على هذا الجبل بهذه الطريقة؟ يقال إن هذا الرجل يتمتع بأقوى ذراع حول العالم، بحيث إنه يستطيع القيام بعمل مختلف الأشياء الصعبة ولا يتمكن أي شخص من التغلب عليه. من الواضح أن هذه الفتاة لديها قوة كبيرة جداً، وهي التي جعلتها قادرة على الصمود وحمل هذه الألواح الخشبية بهذا الشكل. هذا الصبي لا يرى الهدف ولكنه يشعر به، وهذا ما ساعده على تصوير هذا المقطع الرائع. هكذا استطاع هذا الشاب البدء في التزحلق على الجليد في القيام بعمل هذه الحركة الرائعة. هذا الرجل كان قادراً على الاستمتاع بالموجة بطريقة مميزة للغاية، حتى استطاع للوصول إلى الشاطئ. خفة وقوة عضلية رائعة للغاية يتمتع بها هذا الشاب، وهي التي تساعده على التحرك بهذه الطريقة. من خلال ضربة واحدة فقط، استطاع هذا الرجل تحطيم 14 لوح خرساني بهذا الشكل، مما يؤكد على المهارة والقوة الكبيرة التي يتمتع بها. قوة عضلية كبيرة جدا تتمتع بها هذه الفتاة في الذراع الخاص بها، على عكس الكثير من الشباب.
في هذا المشهد يظهر لك هذا الشاب وهو قادر على القيام بمثل هذه الحركات التي تؤكد على المهارة الفريدة من نوعها التي يتمتع بها والتي تساعده على التحرك بهذه الطريقة. من الأفضل لك ألا تحاول الاقتراب من هذه الفتاة. كيف يمكن لباقي اللاعبين التغلب على هذا اللاعب في لعبة كرة السلة، حيث إنه يتمتع بطول لا مثيل له في القامة؟ وهكذا يرى هذا اللاعب باقي اللاعبين أمامه وهو يتحرك بالكرة. Crazy about having these things in my eyes is it really makes you see how the eyes work. قام هذا الرجل بوضع هذه الأشياء على عينه لكي يتأكد أنها تتحرك، وهو يحاول متابعة حركة إصبعه حتى لو كان ينظر في نفس المكان. ويظهر لك في هذا المشهد أيضاً وهو يحاول ضرب هذه الكرة بهذه الطريقة بعد أن قام بربطها حول رأسه بهذا الشكل وهو يتحرك على الطريق، مما يؤكد على الاحترافية التي يتمتع بها. لا يجب عليك محاولة الاقتراب من هؤلاء الأشخاص، ولو كنت ترغب في معرفة لماذا لا يجب عليك الاقتراب منهم. شاهد هذا المقطع. Incluso levantar este poste del suelo es un reto, pero ella hizo más que eso. بل إنها كانت قادرة على التحرك به وإلقائه بعيداً بهذا الشكل. استطاعت هذه الفتاة الشقلبة في الهواء 25 مرة. دائماً ما تحاول شركة ريد بول البحث عن هذا النوع من الأشخاص الذين لا يعرفون معنى الخوف. سرعة وخبرة كبيرة جداً يتمتع بها هذا الشاب ساعدته على قفز الحبل بطريقة سهلة للغاية. رغم القوة الكبيرة التي يتمتع بها، إلا أن زوجته سوف تشعر بغضب شديد جدا. قامت هذه الفتاة بعمل 600 عملية حسابية في الدقيقة الواحدة، مما يؤكد على خبرتها الكبيرة جدا في هذا العمل. لا تفكر أبداً في محاولة اعتراض طريق هذا الرجل في هذا المتجر. من الأفضل له المشاركة في مسابقة رفع الأثقال. تستطيع هذه الفتاة ركوب هذه الدراجة بسرعة كبيرة جداً والتحرك بها لمسافات بعيدة، ومن الواضح أن لديها خبرة كبيرة في قيادة الدراجة.
Luke, I am your father. استطاع هذا الشاب الدخول إلى عدد كبير من هذه السيارات بكل سهولة عن طريق الدخول من النافذة، كما هو واضح في مثل هذه المقاطع. مرونة لا يمكن لأي إنسان تخيلها إلا لو شاهدها، كما هو واضح في هذا المقطع. مشهد رائع جدا يؤكد على خبرة هذا الرجل في الهبوط بهذه المظلة. هذا الرجل ينتظر قدوم فصل الشتاء بفارغ الصبر. لا تحتاج هذه الفتاة إلى الحفاظ على ارتفاعات عالية لكي تستطيع وضع الكرة في السلة، وذلك لأنها قادرة على القيام بعمل هذا الشيء وهي لا تزال تقف على الأرض بسبب طول القامة التي تتمتع بها. كم أتمنى تجربة التصويب مثلما قام بها هذا الرجل. مهارة كبيرة جدا يتمتع بها هذا الشاب في فنون القتال بهذه العصا. هذا يوضح لك الفارق الكبير ما بين الخبرة والشجاعة. في هذا المقطع يظهر لك هذا الشاب الذي يتمتع بطول في القامة يجعله أطول من كل الأشخاص الذين حوله في مشهد غريب جدا. Luke, I am your father. You guys having a good time? Wait, what are you doing? Tell me a little bit about Seth. Oh my god. Yeah. Seth, really? في الحقيقة أنا لم أرى أي شخص
قادرا على المرور من مسافة أقل من هذه المسافة التي استطاع هذا الرجل المرور من خلالها. Recording. I was just joking. Oh man. Okay. Bye. يستطيع هذا الشاب القيام بعمل حركات فريدة من نوعها باستخدام القدم بهذه الطريقة التي ساعدته على تحريك هذه المخدة بهذا الشكل. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.